إذن اليوم تم تقديم مخرجات تقرير التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر. هذا التقرير هو من سنة 2012، هو يقدم ما قامت به الوزارة من خلال برامج التمكين الاقتصادي من 2012 إلى اليوم إلى أوت 2023، وذلك من خلال البرامج التالية: برنامج التمكين الاقتصادي للأسر في الوضعيات الخاصة، هذا البرنامج انتفعت منه 2250 أسرة تونسية. البرنامج الثاني هو برنامج رائدات، هذا البرنامج تم الإعلان عنه كما تعلمون يوم 8 مارس 2022، تم إطلاق المنصة الإلكترونية في 10 أوت 2022، واليوم وصل عدد النساء الراغبات في بعث المشاريع المسجلات على المنصة الإلكترونية رائدات أكثر من 10500 امرأة. قمنا بتلبية خلال سنة واحدة من 10 أوت 2022 إلى 4 أوت 2023 قمنا بتلبية 2500 مشروع، 2500 امرأة وفتاة تونسية تحصلنا على مشاريع باعتمادات تقدر ب 25 مليون دينار، 42% من المستفيدات من برنامج رائدة خلال سنتي 22 و 2023، 42 منهن صاحبات شهائد جامعية. هذا فيما يخص برنامج رائدات. أيضا لدينا برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المبكر عن الدراسة، هذا البرنامج انتفعت به إلى حد الآن قرابة 1000 أم تونسية خاصة في الأوساط الريفية، منهن قرابة 250 خلال سنة 2023 فيما يخص هذا برنامج أمهات التلاميذ. أيضا حرصنا على أن نقوم بتمييز إيجابي مع عاملات الفلاحة، انتفعت قرابة 276 عاملة فلاحة من برامج التمكين الاقتصادي القائمة على موارد الرزق وليس على قروض من برامج الوزارة خلال هذه السنة أي سنة 2023. لدينا برامج جديدة كما تعلمون، تم الإعلان يوم 7 مارس يوم 7 مارس 2023 عن برنامج صامدة، برنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف وأيضا للنساء المهددات به. توصلنا إلى حد الآن ب 550 مطلب من النساء ضحايا العنف للانتفاع بهذا البرنامج. الاعتمادات الموضوعة إلى حد الآن هي 1 مليون، قريبا جدا يعني أيام إن شاء الله، والدفعة الأولى من المستفيدات من برنامج صامدة سوف يتم تسليمهن إشعارات الموافقة على هذه البرامج. أيضا حرصنا على معاضدة جهود النساء المؤمنات بالمجامع التنموية من خلال مساعدتهن على التسويق، وتمكنت بعض المجامع من الدخول والانتفاع بالمساحات الكبرى. أيضا نقوم الآن حاليا بمرافقة أربع شركات أهلية نسائية، الأولى بإذن الله يمكن أن يكون الإعلان عنها قريبا من ولاية القصرين من خلال المرافقة، الدعم في التجهيزات وما إلى ذلك. أيضا هناك رقم أساسي ومهم جدا، خلال سنة واحدة من أوت 2022 إلى هذا اليوم 4 أوت 2023 استفادت من برامج الوزارة 3800 امرأة وشابة تونسية من برامج رائدات 2500 ومن برنامجي الأسر وبرنامج أمهات التلاميذ قرابة 1300. هذا الرقم نعتبره مهم، مؤشر إنجاز البرامج التمكين الاقتصادي مرتفع جدا، ولذلك طلبنا بالترفيع في الاعتمادات من أجل الاستجابة إلى قائمات الانتظار.